وللحديث أكثر عن استهداف الناشطين في العراق واستنكار المنظمات الحقوقية الدولية هذه الجريمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الزيد الساعدي. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك. بعد تكرار عمليات اغتيال الناشطين في التظاهرات والتي كان آخرها اغتيال الناشط أمجد الدهامات في ميسان، منظمة هيومان رايتس ووتش تصدر بيانا تندد فيه استهداف الناشطين. ما هو تفسيركم تزايد وتيرة اغتيال الناشطين في هذه الفترة الأخيرة؟ تحية لقناة الرافدين ولمشاهديها ولضيوفك أخي العزيز. حياك الله. التظاهرات مستمرة، التظاهرات مستمرة لأنه لحد الآن لم تحصل على يعني المتظاهرين لم يحصلوا على استحقاقاتهم ومطالباتهم على طول فترة السنين الماضية. نعم. الأحزاب والميليشيات الموجودة شافت وتيرة يعني بدت قامت يعني خسرت من جماهيرها هواي، لأنه تصديها إلى ثورة تشرين يعني أفقدتها كثير من متابعيها أو منتسبيها، وحتى جماهيريتها. فالمهم هذا الاستمرار هو يشكل خطر عليهم، شكل خطر عليهم، لأنه بدأت العالم ومنظمات الدولية يعني تقيل الاتهامات للأحزاب والميليشيات المتواجدة، وخصوصا اللي مرتبطة بالدول الإقليمية المجاورة التي لا تمتلك أي حسن جوار ولا تتعامل مع العراق جار وبحسن جوار. فطبيعي هذه من تشكل خطورة عليهم ودليل على إفلاسهم، يعني إفلاسهم اضطروا يجون إلى هذا. هاي الناس العزل اللي المتظاهرين السلميين اللي ما يمتلك سلاح ولا يشكل عليهم خطر دموي، فاستخدموا حثالاتهم من منتسبيهم ومن الميليشيات الصغرى، قامت تستهدف الناشطين والمتظاهرين المطالبين بالحقوق العامه. طيب هذا يعني دليل على فشل هذه الاحزاب الاخيره. طيب الشهيد امجد الدهامات بالتاثيرات الاخرى الدولية لا تسمح لي. أما تأثيرات المنظمات الدولية كدولة يعني كمنظمات حقوق الإنسان وهذه ما تشكل يعني ماكو عليها يعني مسألة فعلية أو حد من تصرفات. سنتطرق في سؤال عن هذه القضية أستاذ زيد، لكن يعني الشهيد أمجد الدهامات قتل لمطالبته بحياة أفضل للشعب العراقي، يعني هل هذه المطالب تستوجب القتل اليوم في العراق؟ هو شيء طبيعي هذا، ما يعني بس المجرمين اللي ما يستجيبون لهاي الطلبات المشروعة للمواطنين. يعني احنا شعب عريق في حضارات القديمة، شعب عنده قدرات عنده كفاءات، شعب مدني ليس من الآن، حتى من زمن الحكومات السابقة حتى في العهد الملكي احنا أكثر مدنية وأكثر حضارة وأكثر يعني تقدم وأكثر حرية. اما اليوم هذه الاحزاب السياسيه وميليشياتها ما يعجبها هذا الشتمه، هاي الحياه المدنيه او الحياه المسالمه، بنوا علاقاتهم يعني بنوا حياتهم ووجودهم على القتل والاجرام والتخضيع والتجويع والترهيب والنزوح والتهجير، حتى يعني يظل شلون عندهم قد يكون في مخيلتهم انه يعني راوي الموت حتى يرضى بالسخونه. وهذه طبعا هذه هي اواخر انفاسهم، يعني هذا طيب. التقاط انفاسهم الاخيره، لانه نعم. المجتمع الدولي والمجتمعات الانسانيه قامت تطالبهم بالكف عن هذه الممارسات طيب. الاجراميه. هيومان رايتس ووتش واحده من منظمات حقوقيه فاعله بقوه في الراي العام العالمي. هل تعتقد أن الحكومة في بغداد قد تخفف من عملياتها بعد هذا التنديد بسياستها الخشن من قبل الناشطين؟ لا، هو الحقيقة أنت حكومة الكاظمي يعني والقوات الأمنية اللي مرتبطة بالحكومة هي ما لها علاقة بهاي الاغتيالات، هاي الاغتيالات هي تقوم بها الميليشيات المرتبطة بالأحزاب السياسية الفاسدة اللي قادت البلد من قبل 17 سنة إلى اليوم،
هي هذه الأحزاب هي يعني هي سببت هذه، ولكن الحكومة يعني هي وليدة نفس هذه الأحزاب. احنا خير نحكي لك، كنا يعني نتأمل من هاي الحكومة، من هاي الحكومة الجديدة حكومة الكاظمي أنه تستجيب، يعني حسب وعدنا هو وعد المتظاهرين بأنه يحاول يعني يشكل لجان يكشف قتلة المتظاهرين وينقل البلد من يعني نحو الأحسن، ولكن العقبات اللي تضعها الأحزاب السياسية والميليشيات يعني عقبات في مسيرة هاي الحكومة الجديدة، حتى هم يهددون يعني سحب الثقة عنا وإسقاطه. احنا يعني كمتظاهرين احنا ثابتين بانه احنا لحد الان ما تحققت يعني مطالبنا لا بالحكومات السابقه ولا حتى بهاي الحكومه، ولو اطلقنا متنفس لكنه هذه الوعود لحد الان ما تحقق من عندها شيء. واحنا نعرف انه هذه العقبات اللي تضعها الميليشيات والاحزاب الفاسده في سبيل تسقط هاي الحكومه وتستمر على وضعها السابق. طيب استاذ زيد، يعني يبدو أنكم تفصلون ما بين الأحزاب والميليشيات وما بين الحكومة، لكن على واقع الأرض أن الحكومة هذه هي وليدة نفس هذه الأحزاب التي تسيطر على هذه الميليشيات. إذن نحن نتكلم عن بوتقة واحدة تنبع منها المشكلة وهي الفساد، إن كانت من الحكومة أو الأحزاب أو الميليشيات. كيف يمكننا الفصل بين هؤلاء؟ إذا تسمح لي أخي العزيز، أولاً الحكومة الحالية هي صحيح امتداد للحكومة السابقة حتى لو تغيرت الوزراء، بس هي الفساد ما يعني يقترن بس بالوزراء أو بالحكومة رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو النواب. الفساد مستشر حتى في الطبقات ما دون يعني مراتب الوزير والمدير العام يعني والموظفين الصغار، يعني كلهم مرتبطين بهذه الأحزاب. اليوم سياسة الأحزاب تريد تسقط هاي الحكومة، يعني احنا هي صحيح امتداد لها، بس هم لأنه رئيس الحكومة هو مستقل وليس منتمي إلى هاي الأحزاب، وقد يكون يتهمونه بأنه هو ينفذ الأجندة الأميركية أو ينفذ أجندات خارجية، لكنه هو أعطى في بداية الأمر أعطى متنفس للمتظاهرين وللناس، وبدت الناس يعني تنطيه الثقة وتنطيه الدعم، لكنه هذول ما ينطون المجال يعني هذول. طيب إذا كان مستقلا مصطفى الكاظمي كما تقول أستاذ زيد، لماذا لم يكشف إلى اليوم من قتل هشام الهاشمي؟ لماذا لم يكشف إلى اليوم من قتل الناشطين في بغداد سابقا، وأيضا الشهيدة ريهام وباقي الناشطين في محافظة البصرة، ويعني هنالك مدنيين يقتلون مع الناشطين؟ أخي هذا هو يتعرض إلى تهديدات مستمرة يومية. أنا مو دفاعا عنه، بس أنا إحنا كمتظاهرين ومواكبين للحالة الوضع السياسي الموجود، هم قوتهم أقوى من الحكومة. أنت يعني شوف جس النبض من سوى هاي عملية الدورة، شوف إيش سوت الميليشيات، طلعت طوقت يعني الخضراء واستعراض للعضلات، وهذا لأنه هو لم يعني ما عنده جهة يستند عليها، ولا حتى الجانب الأمريكي ممطيه الضوء الأخضر أو داعم له. يعني هي مجرد هذه حالة تسويف، وشلون نقول استمرار هذا النمط، امتداد ل 17 سنة الفاسدة القديمة، هذه هي اللي مستمرة عليها. بس احنا نضع مثل ما يقول ثقتنا، نقول علّه وهذا يطلع شوية يسوي لنا فريق شيء نحو الإيجاب، والظاهر هاي العقبات اللي يضعوها أمامه هي تحول دون تحقيق هاي الأهداف أو العمل المطلوب. طيب برأيك أستاذ زيد، ما هي خيارات الكاظمي أمام تهديدات الأحزاب والكتل السياسية؟ ما تقدر تخطو الدولي من الأمم المتحدة، ولو الأمم المتحدة فقدتنا يعني الثقة، فقدنا الثقة بها، لأنه ما نشوف إلى قراراتها إلها تأثير أو إيقاف أو تحجيم لهذه الأعمال الإجرامية. يعني مجرد ما هي يصدر بيان ويصدر قرار، لكنه من اللي ينفذ؟ يتابع. الأمم المتحدة أيضاً احنا جبنا نشك فيها بأنه هي راضية على هاي التصرفات، هو يصدر لي قرار يصدر لي جبنة، لكنه وين التفعيل مال للقرار؟ وين الـ يعني الجهات اللي تفرض على الحكومة هذه أن تكف من هذا العمل الإجرامي وقتل المتظاهرين وعدم الاستجابة لتلبية حقوقهم؟ وين تأثيرات يعني هيئة الأمم المتحدة، وين مجلس الأمن، وين المنظمات الدولية؟ مجرد
يعني قرارات مكتوبة على ورق، حبر على ورق، وين التنفيذ؟ ماكو تنفيذ. احنا يعني شوف انت الوضع حقيقي اللي تشوفه، ما نشوف اكو تأثير لهم، صدروا قرار لكن وين التنفيذ ماله؟ مواقفهم الإيجابية اللي هم يدعمون المتظاهرين ويأمرون بالحكومات بأنه عدم المساس بالمتظاهرين المسلمين، لكن وينها على الواقع؟ ميليشيات قاعد مسلحة وسلاح منفلت وقاعد يهددون الناس، يطلع من بيته يقتلوه، يمشي بالشارع يقتلوه، بس يعرفون به هو معارض لهم يقتلوه. وين كثيرة؟ لا حكومة قادرة عليهم. أنا أقول لك الحكومة هذول أقوى من الحكومة، وال يعني هاي الميليشيات المرتبطة خصوصا بالجارة المسلمة إيران أقوى من فاعلية الحكومة، وسلاحها أكثر وإدادها أكثر وتشعبات المجتمع أكثر، ولهذا تشوف يعني حتى تأثيرات الحكومة ضعيفة. نعم، الناشط في التظاهرات من بغداد زيد السعدي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.